مديحة بنتي فيني فوت لعندك؟ فوت عمي تفضل فيك تفوت. مديحة شو عم تعملي هون يا بنتي؟ ليش قاعدة لحالك؟ وليش ما نزلتي على العشاء؟ خير في شي؟ شوفت عينك عمي. مديحة يا روحي وين عم تطلعي؟ أنا عم حاكيكي. مديحة ليكني هون؟ لك بنتي احكيلي شبك؟ أكلة صباط عاطفي. شو يعني؟ ما فهمت. يعني تفاجأت كتير وانصعقت. إيه بس ليش؟ لأنه ناجي تركني عمي. تخيل ناجي اللي كنا نقول عنه أجدب وما في عقل تركني وما سأل عني شو بده يصير فيني. لك لساتكن عم تطلعوا وتشوفوا بعضكن؟ لك أنا ما منعتك تشوفين هالزلمة هاد؟ يمكن هالشي هاد خير إلك حبيبتي. لا تضايقي حالك منشانه، هذا الزلمة ما بيستاهل. حبيبتي أنت ما مليتي؟ احملي حالك وتعي لعندي، أنا موجود دائما. ماشي مديحة؟ ما يحرمني منك عمي. مديحة أنا رايح نام بنتي، وأنت كمان ما تتأخري بالسهرة. طفي الضوء قبل ما تطلع عمي. طيب. تصبح على خير عمي. إيه إيه وأنت من أهله. تعرفي يا نبهات خانوم، ما بتتخيلي قديش انبسطت وقت قلتي لي انك قبلاني نطلع انا وياكي سوا. الطقس حلو اليوم، ما حبيت روحه علينا. بس شو بدنا نعمل بمديحه؟ بندبر حالنا شو بدنا نعمل، ما رح تضايقنا. شفقت عليها، جبتها معي. بصراحه نقيت علي كثير مشان ما اتركها لحالي بالبيت وتجي معي. يعني قلت لحالي انت بتقدري هالموقف هاد. طيب منروح هالمشوار كلنا سوا ومننبسط. ما في حل. شرفي مديحة، بآخر عمرك صرتي راكب زايد مع اثنين ختايرة ناويين يتجوزوا، لنشوف قديش ناطرني بهذا لسه. اللي عمي ناجية لفت لنا ورق العنب؟ ايه لفته الناجية، شايفين؟ ايه طمنتني عمي. أهلين نبوش، أنا نسيت إنك معنا. إن شاء الله يخلص مشوارنا على خير. إن شاء الله. وهي أطيب كاسة عصير، تفضلي يا حلوة. يسلموا إيديك إسماعيل بيك. أوه منيح اللي طلعنا هالمشوار. صحة سعادتنا نبهات خانو. صحتك. بدي أقول لك شغلي يا نبهات، لما بكون قاعد معك بحس حالي كأني رجعت شاب من أول وجديد. قلبي بصير يدق وما بيعود بيهدى. وأنا كمان مثلك بصحة سعادتنا إسماعيل بيك. بلاه إسماعيل بيك، لا تنسي حياتي، نحن هلأ خاطبين تقريبا. طيب. عمي أعطيني اليبرق من عندك. ايه تكرمي بنتي. مديحة خدي بنتي، خدي مني وروحي تمشي، يعني روحي اعملي لك فتلة شي خمس دقايق. أنا ونبهات خانو بدنا نحكي حديث خاص شوي. هذا اللي طلع معك عمي؟ أعمل فتلة؟ شكله ما بقي لي ولا مكان مرغوبة فيه. أنا رح أعمل الفتلة على طريقتي، احكوا قد ما بدكم. مديحة، لك مديحة شو صرت؟ قول لحالي بلا ما تطول فترة الخطبة، خلينا نروح نكتب كتابنا ونعيش سوا. خذي الفلوس. اسماعيل بيك كيف يعني ما نطول الفترة؟ مو اتفقنا ما نستعجل؟ بس أنا ما عاد فيني أتحمل، خلينا نستعجل، شو فيها؟ اسماعيل بيك بلا ما يشوفنا شي حدا. خايفة على حالك؟ اللي بيشوفكن رح يعمل حاله ما شاف شي. لك مديحة انت شو عم تعملي هون؟ عم اعملكن اجواء فيديو كليب رومانسي هون بالطبيعة الحلوة مشان تتمعشقوا على راحتكن. فيكن تعتبروني مو موجودة، انا هلأ صرت جزء من الفيديو كليب تبعكن. اسماعيل بيك خلينا نقوم نمشي هلأ. يلا بنمشي. نبش بلا ما تمشي هلأ، خليكي قاعدة وأنا عم بتدحكل على العشب وجعني ظهري كتير، خليني ريح لي شوي. ليش هي أصلاً حكيت معي؟ ليش هي مين سألت؟ سألتني إلي، إلي أنا. أنت أو أنا ما في فرق بيناتنا عمي، بعيد الشر عن قلبك، بكرة أو اللي بعده لما تكبر أكتر وتبلش تخرف، أنا رح أرجع ذكرك بكل شي. برأيي أنت ما لازم تبعدني عنك، بكرة بتحتاجني.
عمي قوم نام بتختك، تحرك. حضرته كل النهار راكد ورا نبوشته، لهيك فرط على الأخير الشاب مو قدران يرفع راسه. في عمي يلا في عمي اصحى عمي. جان والله نياله اللي بيشوف وشك من ايام مراهقتك ما حبست حالك بقطك. ابني اطلع لك شوي. ايه لوين؟ انا طالع شم هوا وراجع امي، ما بطول. طيب ابني المهم انت تطلع من هالاكتئاب، روح خد لك نفس وتعا. يلا عمي عمي قوم. حلوة فكرة الجاية لهون عمي. ايه طبعا حلوة، نحن ما فينا نعيش بدون افكارك. اسمعي البيك، يعني معقولة كل ما بدنا نروح لازم ناخدها معنا؟ العمى شو دبقة؟ ليكي نبهات طولي بالك عليها شوي، يعني بس لبين ما مهد لفكرة اني رح اترك للبيت واطلع. طيب ماشي على راحتك. شو هاد؟ فاكرين ما حدا شايفكم؟ لايك أويان عمي، شو حركات المراهقين هاي؟ انت شو دخلك بديحة؟ خليكي بحالي. انا شغلتي حافظ على اخلاقكم لبين ما يتم النصيب. خد عليك لشوف وانتي بعدي. هيك منيح. كلي بوضة. قلت لي عجبتك فكرة هالمشوار عمي؟ شمينا هوا البحر لشبعنا. شو رأيك بكرة كمان أنا وياك ونبوشة تبعك ننزل على المسبح؟ معقول بهالطقس؟ لسه ما شوبت الدنيا بنتي. يعني عمي هيك قولتك؟ طيب ولا يهمك، هلأ أكيد منلاقي شغلة تانية نعملها. نحن فريق المشاريع الخرفانين السلاسة. مديحة بصراحة بدنا نقول لك شغلة ضرورية، بس تعديني انك ما تجني. عمي انت برأيك لسه فيني جن اكتر من هيك؟ لا تخجلوا قولوا لشوف. بس نتزوج انا ونبهات بدنا نطلع نعيش في بيت لحالنا. كيف؟ شو هالحكي عمي؟ يا بنتي مثل ما بتعرفي انت كنا بهالبيت فهمتي، ونبهات خانم عندها نظام بحياتها وخصوصية. ايه ومنه هيك، نحنا ما منضايقك مديحة خانم، يعني كل واحد فينا هيك بياخد راحته. برافو عليك عمي، برافو عليك. انت بعتني كرمال السيدة ملعقة، ما صار لك بتعرفها من امبارح. من امتى بتبيع عشرة العمر والخبز والملح يا عمي؟ مديحة مو من شوي وعدتيني انك ما رح تجني؟ هلا انت جننتني على الاخر. برافو برافو برافو، عملت اللي بدي اياه نبوشة. حسن وقف سيارة لشوف منزلني. لا لا يا حسن لا وقف لشوف. اسمعي البيك استنى، وقف وقف شوي، روق اتركها لحالها، هلا بتتمشى شوي وبتهدى بترجع لحالها. ايه معك حق، لوين بدها تروح يعني؟ ايه خليها تتفتر شوي بعدين بترجع. ايه بركي بتهدى. مزبوط، المهم ضغطك ما يعلى. اتركها ايه هلا بترجع. امشي شو بدك فيها حبيبي. لك مليت لحالي، ليش تأخروا كل هالقد جدي وامي؟ مديحة بنتي وينك؟ يا مديحة خانم يا بنتي شو العادة؟ مديحة خانم مديحة ردي علي. يا مديحة خانم. ألو جدي؟ ها ابني وينكم لهلا؟ جايين يا ابني جايين، نحن على الطريق ما منطول. طمني صاير معكم شيء؟ لا شو بده يكون صاير معنا يا ابني؟ عم ندور على أمك، قصدي نحن جايين نحن وأمك ليك على الطريق. إي خلص ماشي، إذا جايين على البيت هلأ بشوفكم مو مشكلة. يلا ناطر يلا ما منطول، بشوفك بالبيت يا نور عيوني. مديحة
مديحة خانم، مديحة خانم، لك مديحة. يا الله، إذا كنت دورت لتكون راحت. شو صار؟ دورت كتير وما لقيتها. إسماعيل بيك خلص، خلينا نروح على الشرطة بقى. ليك عتمت الدنيا، دورنا بكل محل، دورنا هنيك وهون، ما ضل محل. لوين بدها تكون راحت؟ أنا الصراحة صار قلبي يغلي عليها. معك حق نبهات، نحن لازم نخبر الشرطة. حسن تعب، بدنا نمشي، تعب بسرعة. يلا يلا، قاعدين عم ندور على مرة بهالعمر بالشوارع. شو هالحالة هي؟ انت بتمشي شوي وبترجع، ما بتعرفي شو بيطلع بمدخل هالمجنونة. مديحة، لك شو عم تعملي بالسيارة؟ قاعدة عم بستناكم، شو بدي كون عم بعمل هون؟ معقول صار لك كذا ساعة قاعدة هيك لحالك بالسيارة؟ ايه كنت ناطرتكم. لك بنتي كرمال الله، ليش ما خبرتينا وقلتينا انك قاعدة بالسيارة؟ صار لنا ساعتين عم ندور عليكي بالشوارع، ليش هيك عم تعملي فيني يا بنتي؟ لك والله كنت رح اموت من خوفي عليكي. هذا لتعرف قيمتي ولتحس بحرقة غيابي قديش بتوجع القلب عمي. بس هيك ما قالك حق بنوب، كتير خوفتينا عليك اليوم، فيك تفهميني، ليش ما حكيتي انك قاعدة بالسيارة؟ شو قالتي نبوش؟ فكرك انا ضعت وما عاد تلاقيني؟ كنتي خلصتي مني واخدتي البيت إليك، ما حذرتي يا سلالة. حسن يلا ودينا على البيت لشوف. طاي الدم يسلموا. صحة وهنا يا بيك، اسكبلي. مديحة بنتي ليكي، نحن اليوم أنا ونبهات طالعين نتمشى، إذا بدك أنت كمان تطلعي معنا، الطقس حلو كتير. لا عمو، ماني حابة أطلع لمحل. لك ليش يا بنتي؟ لأني ما عم كون مرتاحة، يا قاعد بين البصلة وقشرتها ما بينوبك غير ريحتها. هيك أحسن، روحوا أنتوا لحالكن، أصلاً الله أعلم هنن هالكم مشوار اللي صفيوا لكن، انبسطوا فيهن. بس رح يضل بهالي مشغول عليكي، يعني عم فكر بركي بتلاقي لحالك هوايات جديدة، أو ليك احملي حالك روحي على الجمعية وكرسي حالك لأفعال الخير. بنتي ليكي أنا رح أتزوج عن قريب، وجانوا فتون كمان تصالحوا ورح يعيشوا ببيت فتون، معقول تضلي هيك لحالك بقية عمرك؟ صحة مديحة خانم، مديحة خانم. ما فهمت أبدا، مين اللي قال إنه تصالحوا؟ جان في عنده مرأة. حضرتك ما بتعرفي مديحة خانم، رفيف وجان اتطلقوا من كم يوم وصلت ورقة الطلاق. صابتني كآبة مفاجئة، ابني اللي مثل السبع هلأ ضيعته. آهي شو ما عملت، ما قدرت شيل أمي أوقع من راسه، دبقت فيه مثل العلكة المقوصة. شم بنتي بلا ما تحكي الحكي، ها يلا قومي تعي معنا أحسن ما تضلي لحالك بالبيت. طمن عمي ولا تخاف علي، أنا اليوم رح لاقي حل حتى ما ضل وحيدة، هالقصة حل عندي، أنت ما تحمل هم أبداً. إذا هالقزمة نص نصيص وصلت لمرادة، أنا ما بسمح لحالي يكون أقل منها. أنا بدي روح. ناجية! ناجية! بدي أخبر الشوفير يجهز حاله. برافو ناجية! مديحة؟ اللي كيفك ناجي؟ شو في مديحة؟ شو الموضوع؟ احكي لشوف. واقع بشي مصيبة مثل عوايدك؟ لا شو هالحكي هاد؟ إلك كان شو بدك مني؟ رح قلك ناجي، اجيت برجلي لشوفك، خلي عندك شوية ذوق وكابرية، ست مثل الفلة راكدة وراك ما تتلحلح. ايه ليش راكدة وراي؟ وعم يتفزلك، شو صار لك ناجي؟ بلا ما حطك تحت رجلي هلأ، شو هاي ليش؟ مديحة، نحن انفصلنا هلأ، لهيك تركيني بحالي. بالله جد؟
يعني انت ما بدك تحكي معي بنوب؟ قلي لشوف. لا مديحة، ما بدي. طيب معناتها ما تركت لي خيار تاني. لا لا لا، شو اللي عم يصير مديحة؟ سكوت ناجي، مديحة كرمال الله شو بدي. لا طيب ناجي، واللي بقول عليه رح تعمله. لك يا مديحة، لحظة يا شباب، لحظة يا شباب، أنا ما دخلت. طولوا بالكم يا شباب. مديحة يا شباب، لحظة، انتوا هيك أنا شخصية مهمة، ما بيصير تخسروني هيك. يلا يا جماعة جيبوا لي هالصيد اللي عندي. يلا نزلوا. شكرا جزيلا من القلب، عزبتكم معي. مديحة خانم، شو اللي عم بصير؟ ما عم يصير شي ناجية، كله طبيعي. ليش هيك رابطتي؟ ليش متفاجأة كل هالقد ناجية؟ خطفته، ارتحتي هلا؟ شوفي سمعاني قديش هو كمان مبسوط من اليوم ورايح. نحنا مع بعض بإذن الله. ناجية نحنا طالعين على غرفتنا. إيه إذا وصل عمي اسحك تقولي له شي. يلا لشوف ناجي، نط قدامي. يلا لشوف. يلا برافو. ما تبربر ناجي، ما تبربر. آه ها ها، حركة حلوة منك، مخك شغال ناجي، بس أنا أشطر منك. كرمال الله شو عم بتقول؟ ما عم بفهم ناجي، ما عم بفهم، الأحسن إنك تسكت. أخي لك اهدالك دقيقة واحدة ناجي، شو عم تقول أنت شو؟ شو؟ لك لك مديحة، أنت ليش هيك عم تساوي فيني؟ فكيني لشوف. مستحيل، أنا خطفتك ومشي الحال. لك يا مديحة، في حدا بيتزوج هيك بالقوة؟ مزبوط بالقوة. بعمل لك كم عملية تجميل وبيمشي حالك. أكيد رجع عمي. اسكوت ولا طالع ولا صوت. أهلين وسهلين إسماعيل بيك. أهلين فيك ناجية. مديحة وينها؟ بالبيت إسماعيل بيك، فوق بأوضتك. منيح، اندهي لتجي. ميت من جوعي، بدي احكي معها قبل ما اكل وافهم منها بغيابي شو عملت. اسماعيل بيك، في شغله بدي اقول لك عليها بس. قولي ناجيه. هلا بتحكي له ناجيه. يا عمي الحالي يا اسماعيل بيك. اسكت ولا شو هاد؟ انا هذا الشيء اللي كنت بدي اقول لك يا اسماعيل بيك. مديحة خانم خاطفه ناجي بيك. كيف يا اسماعيل بيك الحالي؟ مديحة الو جان، بتجي لعندي لهون فورا. امك جاني وخاف في ناجي بيك. كيف؟ صحة صحة جان، شو قال لك جده؟ اسماعيل بيك عمي المحترم، الله يوفقك. أنا بدي روح على بيتي، أنت احكي لك شي كلمة مع مديحة. ابني مالك سمعان شو عم تقول هالمخلوقة من ساعات؟ ارجعي قوليها بركي بيفهم. إذا بتتركه يروح على البيت رح أتصل بكل مجلات البلد والتلفزيونات والأخبار، بقول إني بحبه وببكي قدامهم وبتصيروا علكة وسيرة على كل لسان، وإذا بتعيشوا ألف سنة العالم ما رح تنسى ظلمكم. وشو ما صار لي بتكونوا السبب ومصيركم السجن. لهذا السبب أنا ما بقدر أتركك تمشي، بنتي مديحة الشر عم يطلع من عيونها. جان وصل، هلا بركي بيلاقي له شي حل لجنانك يا بنتي، انا لهون وخلاص. شو عم بيصير جدي؟ تعا ابني تعا تعا. هذا زلمه شو عم بيعمل هون لهلا؟ جان ابني مسا النور. لك لسه لهلا عم بيقول ابني جدي، سكته بسرعه. يا روحي انت الاحسن انك تهدى وتحكي لك شي كلمه مع امك. اهلين وسهلين ابني، جوعان ولا عريان؟ بقولنا ناجية تجيب لك لقمة وهدمة. أمي لقمة شو هدمة شو؟ لك أنت شو عم تحكي؟ شو هالمسخرة؟ شو عم يعمل هالتافه عنا؟ خلاص ما تظلموني هيك بقى، أنا كمان إنسانة، الوحدة طلعت لي روحي، بكفي اختنقت. أنا رح أتجوز ناجي. شو؟ جان أمك راسة وألف سيف إلا تتزوجني بالقوة. أمي مو منتبه للكلام اللي عم بتقوليه. ابني رو تعا خلينا نطلع لبرا ونحكي شوي. تعا تعا يا حبيبي تعا. أه.
ابني تعال خلينا نقعد هون ونحكي. انا ما فيني اقعد جدي، جدي انا ما فيني اقعد ولا دقيقه بهالبيت، كرمال الله شو عم بيصير له بعد هالعمر. جنت ما ضل فيا مخلك، انا ما عاد فهمت شي علي، والله رح اجن على الاخر. لك ايه اكيد جنت، بعد ما تركها ابوك شو متوقع انه يطلع من ست مثلها؟ مو سهل لك، ابني عاشت معه 30 سنة وصفت وحدانية بعدين. لك يا جدي ليش لحتى تكون وحدانية؟ يعني ما أنت موجود وأنا موجود. يا ابني أنا رح أتزوج لبهات بأسرع وقت، بنات الناس مانوا لعبة. يا الله، يعني ما كان ناقصني غير زواجك لحتى تكمل معي. لك ليش هالحكي يا أزعر؟ مو من حقنا نحن إنه ننبسط كمان؟ يعني أنت ما بدك حدا يتزوج غيرك؟ خلص جدي لا تواخذني، أنا لما سمعت الخبر تفاجأت وما انتبهت للكلام اللي قلته. المهم انت وفتون رح تتزوجوا وتفتحوا بيتكم، لا انت ولا انا هون. شو بدك تعمل هالمخلوقه لحالها؟ شو بنعمل؟ هات لشوف اللي خلينا نتزوج انا ناجي ونخلص. جدي انت عم تسمع الكلام اللي عم بتقوله؟ كرمال الله السلامة، اول شيء كذاب وتاني شيء واحد نصاب. لك امي تروح تعفن من الوحده ولا تتزوج واحد مثل هذا الواطي. ابني كرمال يرجع فكر بهالموضوع. مستحيل جدي مستحيل، هالشي مستحيل. شو كلكم متفقين علي وناويين تجننوني؟ لك كرمال الله فهم علي شوي لو سمحت. لك وقف مشان لساعتنا عم نحكي. امي خلي هذا تافه هلا يطلع من بيتنا والا بجنوا عن جد ببتلي فيه. بس جان بس شو أنا... امي بس شو بلا جان وبلا بطيخ هلا. اسمعوا رح اعتبر انه هذا المنظر ما شفته اليوم، وهالسلم التافه ما عاد بدي شوفه مره تانيه، مفهوم؟ كلامي واضح؟ أنا طالع على غرفتي بصراحة، اللي صار اليوم قلبي ما عاد فيه يتحمله. أنتوا خذوا راحتكم واحكوا لي بيتكم يا ناجي. أنت إمتى ما بدك رجع على بيتك بلا ما تشغل بال أمك. ليش واقف هون ناجي؟ امشي. ما فيني. ليش؟ عقلي عم يقلي روح وقلبي عم يقلي ضل. معناتها ضل ناجي. ما فيني ضل. معناتها امشي ناجي. ما فيني ناجي. قرر شو بدك تعمل، ما عاد اقدر اتحمل برادتك، رح انهال عليك ضرب هلا. ها انا بعرف، ولهذا السبب بالذات مخي عم يقلي روح حتى ما اكل ضرب منك وما انهانه انا قاعد ببيتكم. بس من ناحيه تانية قلبي عم يقلي هي حبك الوحيد، ضل هون والضرب يلي بتاكله منه هو شرف الك. ناجي كل هالقد متضايق من تصرفاتي معك؟ فاجأتني. ناجي اسمع، انت ارجع لي وبس ورح نكون مبسوطين من اليوم ورايح. ما رح ضايقك بنوب، سعادة وحب رح تعيش ناجي من اليوم ورايح. اللي بتقول عليه أنا رح نفذه، اللي بيناتنا رح يكون سعادة وهنا وحب لآخر العمر. أنا بضل، بس شو الفايدة يا مديحة؟ معنك شايفة؟ ما حدا موافق على زواجنا. انت بس ضل والباقي كله علي. جد؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.